السلام عليكم شباب، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. معكم فريق رياكشن في فيديو جديد ورياكشن جديده. شكرا لكم على التعليقات وعلى التراكات اللي كتكتبوا لي في التعليقات اننا نعملوهم، وشكرا لكم على اي حاجه كتدعموا بها القناه. واللي تابونا عندنا جديد مرحبا بك، واللي قديم شكرا لك على اللايكات واي حاجه، وبارطاجيو الخوش. المهم حنشوفوا رابسين سوداني. كثير من الشباب كتبوا لي اعمل تراك ديال تشوديب ديال ابوكاليبتو، نزلوا شي شهرين هاد التراك هذا ونشوفوا هاد التراك. يلا ليتس جو شباب. يلا شباب نشوفوا هاد التراك هذا اللي قالوا عليه، اللي قالوا لي الشباب اعمل عليه رياكشن. بس بان لي هنا البرود باي الباندي هذا على ما اظن انه بروديوسر مغربي، واللي يشتغل لي على التراك هذا وحفره ميوزك حفار. المهم ابوكاليبتو الاسم ديال التراك، كيف ما نعرف واحد الفيلم امريكي اللي كان من تاليف واخراج ميل جيبسون الممثل امريكي حتى هو، كان عمل هذا الفيلم هذا اللي كان اخذ جوائز، وكان يعني بيحكي على ذاك الشعب المايا وكيف كان بيعيش والطقوس بتاعهم، يعني فيلم رائع. المهم ما نشوفوا تشوديب اش عايز يقصد بدل الاسم اللي سمى به تراك. اوكي يلا شباب، قبل ما نضغط على بلاي ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك لو اول مره تشوف فريق رياكشن، واللي مشترك ما عليك غير باللايكات ودينا رايك في التعليق. اوكي يلا ليتس جو. تشيك ذا مايك، تشيك ذا ساوند، بلاي. دريل حتى هذا الشيء اخوك ما نايم قاعد بيتقلب، شايف حرامي الاسلوب تلف، شكلي حبيت السوق فلو معلف فوق للقمه طالع اتسلف، دكتاتور الساحه بتسلط، بولباسور خدار كتير علط جوا البوت، هو برا بيتنصت جاي لاخوك ده داير يتسلط. شو الشيء هذا يا صاحبي؟ ووووو الشيء راه مهايبر هذا الشيء هذا بكثير. اخوك ما نايم قاعد بيتقلب، شايف حرامي الاسلوب تلف، شكلي حبيت السوق فلو معلف فوق للقمه طالع اتسلف، دكتاتور الساحه بتسلط، بولباسور خدار كتير علط جوا البوت، هو برا بيتنصت جاي لاخوك ده داير يتسلط. شفادي اصلي ما عادي عبادي النور عليه تسلط، هو يا زول اخوك ما بيتطلص، خديت البلد دي في الاطلس، ابو البيج ده لسه ما خلص، اخلي فرص نجاته تتقلص، اخوك في المسرح عمك قلك سكاكاته لسه من كبير دي ما تلفت، ما شغال بزول ما بتلفت، لفاها في الجول. فاير 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 التراك على تسلط، هو يا زول اخوك ما بيتطلص، خديت البلد دي في الاطلس، ابو البيج ده لسه ما خلص، اخلي فرص نجاته تتقلص، اخوك في المسرح عمك قلك سكاكاته لسه من كبير دي ما تلفت، ما شغال بزول ما بتلفت، لفاها في القروش قام جنب فرانكلين بنجامينز، بقت ملعب ما قصرت تاني، ما تلعب ما ضفرت وما ضفر مخلب، خش الصين نمر خمس شلخ، شيري خان بيجيب مزك تتصلب، احسن ما هو اصلي ما كذب، ماسك دربي دغري من بدري، فقري جنبي بجري بيتوقع، ما بحصني بشك. يا سلام يا سلام يا سلام، وين هذيك الزماره ديال طفور مخلب، خش الصين نمر خمس شلخ، شيري خان بيجيب مزك تتصلب، احسن ما هو اصلي ما كذب، ماسك دربي دغري من بدري، فقري جنبي بجري بيتوقع، ما بحصني بشري، انا مصنع جلابي، القروش بتتوزع، ملاك الجراسه والبدي، لا بتطفي لا بتمشي لا بترجع، يا اخ كترت حاجات بتتبلع، عشان كده قاعد صاحي بتقلع. واو 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 الفلو، واش هذا الفلو هذا، واش هاد الكلمات وعلى ليريكس، واش هو بيدس حد هنا في التراك؟ اش بان لي كلمات يعني قوية. ما بحصني بشري، انا مصنع جلابي، القروش بتتوزع، ملاك الجراسة والبدي، لا بتطفي لا بتمشي لا بترجع، يا اخ كترت حاجات بتتبلع، عشان كده قاعد صاحي بتقلب، شايف حرامي الاسلوب تلف، شكلي حبيت في السوق فلو معلف فوق للقمة طالع السلم، ما نايم قاعد. التدويب قوي في الدريل. تحسوا يعني شي في اليوكا دريل، يعني بيعض يعني بياكل البيتس، يعني صراحة طب تتقلب، شايف حرامي الاسلوب تلف، حفار حبيت السوق لو معلب للقمة بتسلق، انسان بالانجليزي انسين، البس القول اللي جاي من الدهمة، بس انسى كيم انا جاي
كان سليم ما تنسوا مين عد حدود وما ضع فيلم هم كان نسوا انا ما بنسلم yeah you got damn right these man I get wrapped in white say yes سجارة somebody go tell Jack Harlow هالا انا طيرت السما كثير 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 الريمات واللي توب لاين كذا يعني ترررررر ماكينة 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 طيارة سايق الجيم ما في سيارة ماسك الطارة ما كان عاجبني مسار سكرش سويتش دليم فرقوا بين كانت عجبني هذه في الدرين انا هذه الماسك الطارة كله زي السجارة somebody go tell Jack Harlow هالا انا طيرت السما دي طيارة سايق الجيم ما في سيارة ماسك الطارة ما كان عاجبني مسار سكرش سويتش دليم فرقوا بين الاثنين في راس تفارة في راس تفك فارة قفل اصلا جاي من الوكالة full options all in a zone so don't you distract him صراحة لو تلاحظوا البيتس يعني بسويتشي وصل يعني صراحة شغل جامد شغل رائع الزول هذا توب فارق قفل اصلا جاي من الوكالة فول اوبشن زول ان زون سو دونت يو ديستراكت هيم التليفون في وضع ديستركشن مستنين اديهم انستركشن يا اخي ابيت ما بوريكم لمتين نعلم فيكم انتو بجم كلامه من جم بلاغه دلخم اسد في البلغم وديه جهنم تاكل علقه وتهلي علقم اخوك بيتكلم غيره بيتبلم دافن حقته برضه قام سلم سمع الانريليس يتجنن قايلهم هيتس عنده بس جلن شاف قدامه احلامه وهي بتتحط حنوا عليه وقالوا يا حليل وقاعد يتالم خليه وبكره بيكبر يتعلم كايسه تنشن كور على البشت بيدس حد انتوا قولوا لي في التعليقات يعني بس قولوا لي مين بيدس عشان نشوفوا لي يكون يعني تنرد عليه في الكلاش ولا هو عمل كلاش مع حد بس باللي يعني داس عليه مش غير داس وداس عليه صراحة وقالوا يا حليل وقاعد يتألم خليه وبكره بكبر يتعلم كايسة تنشن كور على البشتن قبل الراب قتلته في المنشن أخوك مولود في كوكب أكشن في سبيس أنا بعمل تونز أخوك مجنون مواليد برج الصقر معي كانون ديل بيجو بيبي فأنا بجي بجمر لا ما في صبر بقول كلام مرمص بنزل شاد الكمية دي الفلوات اللي دخلها في بعض ويعني من هنا ومن هنا ويطلع وي طب طب توديبي أبو كاليبتو يا معلم انت هو ذاك التايجر ديال أبو كاليبتو يعني لما تحولت لما راح أكونوا حي هذا قلت جت... زيت مصقر بالكل واللعبة تكين مؤشرات فل حق كتلو كتل تقين لزمة أخوك هسي بكجين كزمة مريض نفسي تجين عظمة دي بس ران ون آخرك اثنين بداية الثانية يس يس هذا ديستراك يا معلم قال لي هذا روند وان يعني هذا ديستراك بس بيدس مين انا ما اجين كزمه مريض نفسي تجين عظمه دي بس راوند 1 اخرك 2 بدايه الثانيه بمرق قرون تشوف قال لي هذا راوند 1 اخرك 2 يعني يقدر يعمل عليه تراك ثاني يفنش عليه يعني خلاص خلص جنحين وبطير بأدق بسم الأحمر عشان تعرف منو الكتمة دي مش لعبة أخوك ختمة دي الساحة أخوك هدمة دي باراتك أخير عدمة دي تيك سويتك سيما حفار حفار which we after credit طب طب دخلك مصنع الفن Arch Factory يا سلام حلو 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 ديستراك اللعبه مالو داك علق تشبيهات اخوك دي بتشيل لك ما وقعت كلام اخوك بلغ تتكلم كثير نجم سلم ميتافور لميتافور يعني تشبيهات ثاني منو بيجيك منو بحلك الفاهمني ساكت ما علق هذا فري ستايل فالسين في حاسب تتبلك في السلخانه بسلخ بكيتانا ما هخليه ينفذ يعني ما خلاش فوق البيت سواجني واخذو ثاني في فري ستايل يا شهادة جلده أسحى جلده أشيل جلده لأفرو ليذر وأعمل بيه مركب وضربه القرية ما بتتجازف ما في لك مرقة لو الحنك بيف دي بسكرتة كده لسه ما عرفته أطلع ميتين كده عرفته الوراكم منو سيدة ومنو إدتو أجا وطلع مصارينو على كبيتو أبو كاريبتو نهى مسيرتو مجيبو سيرتو جيم أوفر انتو خسرتو الله يتطفت الفريستايلات يا سلام الجلد لأفرو ليذر وأعمل بيه مركب وضربه القرية ما بتتجازف ما في لك مرقة لو الحنك بيف دي بسكرتة كده لسه ما عرفتوا اطلع ميتين كده ما عرفنا ما عرفنا يا اخي ما عرفنا قول لينا وراكم منو سيده ومنو ايدتو اجا وطلع مصارينو على كبيتو ابو كاريبتو نهى مسيرتو ما تجيبو سيرتو جيم اوفر انتو خسرتو شفت الرايم كيفاش حطه تو 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 يا سلام يا سلام المهم مش يعني ابي كمل الرايم لا كملها يعني بانش لاين يا سلام يا سلام عليك يا ابو كاليبتو ده انت ابو كاليبتو بجد تدوبي تراك أبوكاليبتو البرود الباندي أنا على ما أظن الباندي هذا عشان كان بيعمل تراكات البيج الدون بيج بتاعنا يعني اللي عندنا في المغرب رابر
والباندي كان بيشتغل معاه واللي بعرف انه مغربي. لو كان هو لو في باندي تاني سوداني الله اعلم. مهم الشباب كان معكم فريق رياكشن في تراك ابوكاليبتو اللي هو ديستراك ما عرفتش لمين، بس انتو قولوا لي في التعليقات. وشكرا لكم وتحياتي، وشوفوكم في فيديو تاني، بس ما عليكم الا لايك والتعليق، وشوفوكم في فيديو اخر. تهلاو.